المعذرة، متى سيصل قطار الظاهرة إلى المحطة؟ ظهرا. تذكرت، آسفة، أنا متحمسة جدا لأن سان بيرس قادم اليوم. أنا أعرفه منذ زمن، أقصد إنها عشرة عمر بيننا، لدينا ذكريات كثيرة. كلانا يحب الطرف والألعاب والضحك أيضا. تخيل أنه ليس في إكويستريا مهران يتفقان أحدهما مع الآخر مثلنا. انتظريني يا أمي، أرجوك انتظريني. هيا بسرعة، لقد تأخذت روحي وحدي. ستارلايت؟ سان بيرست، أنت هنا؟ مؤكد، متشوق إلى زيارتكم منذ مدة. إذن كم يوما ستبقى؟ أنا لم أقرر بعد. أنت لم تتغير. سعيدة لأنك ستمكث هنا أياما عدة. أهلا بك بيننا. أنا وأنت سنتسلى كثيراً بالطرف والألعاب والتحف. ماذا؟ التحف، تعلمين أني أحبها. تحبها؟ نعم، أنا أحب القطع الأثرية والأشياء القديمة. أوه، أنا أغبطك، بونيفيل مركز للآثار. حقاً؟ تحدثنا عن هذا من قبل، سأشرح لك عنها وستحبينها. حسناً، لكن لنوصل أمتعتك إلى القلعة. أجل، أرجو ألا يستغرق كثيراً. يا مهرتي، يا مهرتي، مهرتي الصغيرة، سألت عن معنى الصداقة. مهرتي الصغيرة، محبة قوة علاقة، مغامرات لعب مرح، قلب نقي لكم فرح. هي الرضا، هي العمل، وهي تكفي وسع الأمل. يا حب يسري على دوام. مهرتي الصغيرة. هذا رائع جدا، لم أتخيل أنني سأعمل دليلا لك في بونيفيل. وأنا أيضا فوجئت قليلا. الرابط غير المشترك. فرق شاسع بين الطوب المصنوع بالحافر والطوب المصنوع بالآلة. انظري إلى هذه الثريات، في الغالب يطفي الكريستال جمالاً على المكان. أوه، هذا لطيف، كيف تعرف ذلك؟ مسرورة برؤيتك. في متحف المدينة؟ في بونيفيل، كانت ستارلايت تنتظر زيارتك هذه. لم أتوقع رؤيتك هنا، لا أحد يحضر غيري. هذا مستحيل، الحضور أمر ممتع، صحيح؟ صحيح. انظر، خريطة إكويستريا القديمة رسمها المايتي هيلم. لولا الجهد الذي بذلته المهار الطائرة لما استطاع مهار المايتي هيلم رسم خريطة كاملة لساحل إكويستريا. مذهل. مضطرة إلى الإعجاب بهذه التحف. ماذا؟ لا، تعجبني حقا. أعني تعجبني إن أعجبتك، وتاريخنا مهم لنا أيضا، صحيح؟ أوه واو، يجب أن ترى هذا السرج العربي الفاخر. المتحف يبدو أصغر من الخارج. هذه السكينة الفضية؟ لدي الريشة التي تنتمي إلى العصر نفسه، سأكتب رسائلك بها. أجل.
قديمة؟ في الحقيقة الأشياء التي اشتريتها داخله، ومتشوقا إلى رؤيتها. لحظة، لا تعلم ماذا اشتريت؟ إنه التسوق الأعمى. أحيانا المتاجر تنشغل كثيرا، لذا يملؤون البرميل عشوائيا وتشتريه منهم بهذه الطريقة. وشراؤها أشبه بصيد الكنوز. مرة وجدت كتاب تاريخا عن إكويستيريا بلغة المهار القديمة. نعم، لايت فورسيتن بلايت. بلغة المهار القديمة، الجوائز تفضل المخاطر. الترجمة ليست دقيقة. لنؤجل هذا الحديث. أجل، ما رأيك أن نتسلى؟ إذن أنا لا أعلم إن كنت تذكر هذا، لكن هل هذه حلبة تنين؟ أنا أذكرها لعبة الطفولة. كنا نمضي النهار باللعب بها. لا أصدق أنك وجدت هذه النسخة. كان سان بيرست ينزعج عندما يقع تنينه في الأسر فيقلب لوح اللعب. فاجأتني. إنها لعبة مرهقة، لكن صرت أسيطر على نفسي الآن. هناك تنين ما سيقع في الأسر. لا تبدو لي أنها إنها مسلية. أنا آمل أن تكون مستمتعاً بزيارتك. تمزحين؟ زرت المتحف أولاً، ثم تسلينا قليلاً مع التوايلايت. أوه، أجل، إنها مهرة مرحة. صحيح، أعلم أنها مثقفة، لكن وجدت أنها مرحة وتحب التسلية. أجل، وهي مهرة تحب أن تساعد الجميع. صحيح، بلا تردد. إذن غداً، ما رأيك؟ وبيننا كثير من الأمور المشتركة، لكن نادرا ما أتفق مع أي مهر. أنتما متشابهان جدا، تتحدثان بلغة المهار القديمة. هذا صحيح. السبب الذي يجعلني أتفق معها أكثر من أي مهر آخر. صحيح. والآن أشعر بالنعاس. مونيفيل مدينة صغيرة لكنها تحوي كثيرا. سنرى إن كان لدى تويلايت ما نفعله غدا. حسنا. جيد، تصبحين على خير. وأنت؟ مرحبا. أهلا ستارلايت، هل طلعت شمس الصباح؟ أجل، ربما الوقت مبكر، لكن قلت إن سان بيرست لا يتأخر في النوم. صحيح، حسنا. وأنا لم أستطع النوم، فقد كنت أفكر في الأشياء التي نشترك فيها وكيف سنمضي هذا اليوم. رائع. استيقظت تويلايت؟ في الواقع أنا متأكدة بأنها مشغولة بأعمالها. لكن لدي خطط لقضاء اليوم. نعم، لك ولي أيضا. جيد. من فضلك استديري، أو ربما أخرجي ثم ألحق بك. كما أتشوق إلى التسوق. هذه أكبر شجرة تفاح في سويت أبل إيكر. تذكر، كنا نشرب عصير التفاح في صغرنا. لكن لا أذكر ذلك. حقا؟ كان شرابنا المفضل. لحظة، جرب واحدة، ربما تتذكر. تريكسي، ماذا تفعلين هنا؟ أنا آتي دائما إلى هنا للقيام بتدريبات مستغلة هدوء الغابة، وفجأة نمت. حسنا، أنا وسان بيرس كنا نتجول لذا. ما رأيكما في أن تريا بعض الألعاب المسلية التي أتدرب عليها؟ جيد. لم لا؟ استعدوا أيها الحضور في مسرح تريكسي، ستشاهدون عرضا مفعما بالمفاجآت وتدهشون بقوة مقدمته تريكسي. والآن أيها الحضور،
ستشاهدون قوة نادرة. سوف أفك هذه. فالمدهشة القوية تريكسي تحتاج إلى المساعدة. أنا سأساعدك. سأحاول التذكر. شاهدتها في مقطع على الشابكة. حاول. والآن أنا ها قد رأيتم قواي. أستطيع إدهاشكم بألعاب أخرى كثيرة. أنا تعجبني هذه الألعاب وأعلم أنني سأتقنها إن تدربت. الأشياء المشتركة بيني وبين سان بيرست؟ لا، لم ألحظ. أعلم أننا قد تسلينا ومرحنا، لكن التسلية الحقيقية هنا. قرأت عن هذا المكان في الكتب القديمة. أجل، فإنك هنا يجب أن تكون حذراً جداً. أظننا أخطأنا في كسر القفل، لكنك تريد رؤية الآثار، صحيح؟ إذن قلت إن بينكي باي تاهت ذات مرة هنا. ذات يومين كاملين، وخرج الجميع للبحث عنها في كل مكان يومها. كنا خائفين. هل سمعتي؟ آمل ألا نتوه مثل بينكي. لا أظن. مود، كيف دخلتي إلى هنا؟ هذا الكهف متصل بكهفي. ماذا تفعلين؟ تنقيب. مود لا تحب الكلام البتة. أنا أحب الكلام ليلا ونهارا، لكنها مشغولة دائما. هل تأخذين عينات من أجل التحليل؟ ليس تماما. أنا أكشف هذه الطبقات لأدرس الأعماق. والآن تراجع قليلا. أنا أدرس صخور المنطقة هذه. ما نوعها؟ هل هذه نايس أو فلايت أو سليت؟ ها، لا شك أن الضغط في الأعلى كبير جدا ليجعل ملمس السطح أملس. هل قرأت عن الصخور؟ قليلا. فمثلا النوازل في الكهف تعني أن هناك طريقا أخرى للخروج بسبب مخلفات الكالسيت. يتدرب على ألعاب تريكسي. يدرس الصخور مع مود. سيعود ليراك جالسة هنا، وستترجمان نصا قديما للمهار. عما تتحدثين؟ لما يقوم سان بيرست بهذا؟ جاء إلى بونيفيل لرؤيتك. أنا ظننت هذا، لكن صار الأمر مختلفا الآن. في صغرنا كنا نتشارك في كثير من نشاطات كنا نحبها، ولكنه الآن يبدو أنه يشارك الآخرين فيها بدلاً مني. الجميع يتغير، لكن لا يعني أنكما تفرقتما. إنه أمر عابر. ها؟ حقاً؟ أجل، ستجدين شيئاً كنتما تفعلانه معاً ويحبه سان بيرست. ها؟ وجدتها. شكراً تويلايت، أنت الأفضل. أعلم هذا. ستارلايت، أين أنت؟ عثرت مع مود على حجر نادر مذهل جدا، لكن عندما استدرت لم أجدك. تعرف مود معلومات كثيرة عن الصخور، لكن أنا أعرف أيضا أشياء مشتركة عنا. ما هذا؟ إنه شيء بسيط ابتكرته. واو، هذه الورقة فيها ذكرياتنا. أجل.
أعجبتك؟ انتظر، هناك مزيد، انظر. تذكرت الآن؟ أجل، الآن سنلعب بحلبة التنين كما كنا نفعل. لكن دعينا نبحث عن مودوا. أجل، لا شيء أجمل من الذكريات واللعب كما في صغرنا، صحيح؟ ستارلايت، هل تريد الأحمر أو الأزرق؟ ستارلايت، أنا لا أريد أن ألعب أبداً. ماذا يجري هنا؟ لا شيء، كنت أحاول أن أسترجع بعض الذكريات المشتركة لا أكثر، وأظن أنه لا داعي بعد الآن. أنا لا أفهم، أنا وستارلايت يعرف أحدنا الآخر منذ الصغر، لكن لا داعي لأن نكون صغيرين كي نتسلى. ستارلايت تبالغ أحياناً في بعض تصرفاتها. أنا أقصد أني فوجئت بأني اتفقت مع الجميع، لكن لا تزال صديقة الطفولة بالنسبة لي. ربما تحن إلى تذكر أيام الطفولة. هذه هي، أعلم ما الذي سأفعله، لكن بعد أن أجد الحل. واضح أننا نحب الألعاب، وأنا أجيد هذا النوع كما تعلمت لعبة جديدة. صحيح، أتشارك مع ستارلايت بأشياء كثيرة، لكن يجب أن أتذكرها. ذكريني أنت ببعض الأشياء. حسناً، كلانا اتخذ قرارات خطأً في الماضي. كلانا تهمها نظرة المهار الأخرى إليها، مع أننا تغيرنا ونحاول جاهدتين لكي نتقدم. أجل، لا أدري ماذا أقول. أعلم أمراً تشتركان فيه معاً، كلاكما متابع سيء ومحبط جداً. أنا وستارلايت مختلفتان جداً، فأنا أتميز بخفة الظل والمزاح أيضاً. المزاح؟ أحب المزاح. أهذه طرفة؟ لا، لكن لا أظن أن في كلامك ما يحل مشكلتي. نحن لا نتحدث كثيراً الأيام هذه، نحب إمضاء الوقت صامتتين. أنا لا أعلم، لقد تربينا معاً ثم افترقنا مدة ليست بقليلة، لم يعد لدينا ما نتشارك فيه مجدداً، لذلك ربما لن نتفق. الأمر ليس خطيراً، هذه كانت طرفة. أقدر لك مساعدتك يا توايلايت، لكن من الواضح أننا لم نعد نملك أي شيء مشترك. أفهم هذا، لكن أنا واثقة بأنه شعور عابر، ليس هناك خلاف جوهري. وحين خطرت لي فكرة أن نتذكر طفولتنا في المنزل القديم أخفقت في ذلك. صحيح، أشك أن سان بيرست سيعود إن رحل. أظن أنك ربما ستتفاجئين. ترقبي الحدث. ستشهدين الحدث، حلبة التنين. أزلنا كل شيء لنكسب المساحة كي نستمتع أكثر، وحجر اللعب ها هو. صنعته من حجر الخفان لأنه الأخف، وأنا أضفت مؤثرات خاصة، والدخان مؤثر مناسب مع هذه اللعبة. يبدو أن تنين مهر ما سيقع في الأسر. ظننتك تكره هذه اللعبة. ربما، لا أريد أن أعود صغيراً، وأعلم أنك تحبينها، وفكرت في صنع نسخة مكبرة للمهار الكبيرة. ما رأيك؟ أهي ممتعة؟ في الواقع ينقصها شيء مهم. هكذا أفضل. قلقت كثيراً لأنني شعرت أن لا شيء مشتركاً بيننا. أجل، لا أظن أن هذا مهم، ما دمنا نستمتع بالوقت معاً. واللعبة كانت ممتعة، وما جعلها أفضل مشاركة بقية المهار فيها.
زورينا. أعدك أعلمني إن وجدت ما يثير الاهتمام في البرميل. اتفقنا ستارلايت، سأخبرك مباشرةً.